أنا فلاح وأبويا فلاح وأمي هي كمان فلاحة.
انهضي انهضي أيتها الفتاة، انهضي. إلى أين ستذهبين؟ أخ لقد خسرتيني 10 سنتيمترات. ألو، مرحبا يا حبي مبلي، وأخيرا القبض القبض عليها. نعم نعم. لا تصدقني؟ لك يا أخي صدقني، وحياة عينك هلكتني. اسمع، سمعت؟ يلا امشي قدامي لشوف. أنا فلاح وأبويا فلاح وأمي هي كمان فلاحة، وابنا مرتاح والفجل فلاح، وأنا بحب الهوى بصراحة. أنا فلاح و... عباس لبيك يا هدار دبا. هزار، لا يسلم الشرف الرفيع من المصيدة، أنا قادم سأمزقهم. هزار، أنا قادم إليك. مسدس خسرت. بعدك هلولا تبا لك. عباس ستوب ستوب، لك مين الدب اللي على ستوب؟ مين الدب؟ ما بدك تتعاون معي؟ شو هالفوضى وعدم المسؤولية؟ بدي شطلع 40 مشهد. انا شبك توستر، انت المخرج ولا انا؟ ولك يا اخي على عيني وراسي انت المخرج، اما انا المنتج. انا المنتج. ايه؟ انا اللي بدي ادفع. نعم مفهوم. ايه مفهوم، عم تدفع. عال اذا قرب عليها اكتر من هيك. شو بده يصير بكره بالرقابة؟ هلا انت قلبك على الرقابة ولا عليها؟ بعرفك انا، اول مرة بشتغل معك انا منتج. منتج مشكول قلبي. بدي اقول لك ان نحن ما عم نصور مسلسل مكسيكي حبيبي، وفهمكم كفايه. لا ما يعني دير بالك عليها، وجه جديد لسه هريتها من اول المسلسل وانت عم تقول لها يا قلبي يا روحي يا عيني. يا استاذ بدك تتعاون معي، المنتج بده 50 مشهد ومريض. انا مريض مريض كشكول، انا مريض ومريض. والله ما قصدي استاذ، ما انا فت بالمود يعني، انا انسجمت، ما انا فنان انسجامي. الله يخليك. وحديني؟ ايه. وانت يا رب. الله يخليك. ساعدوا معي. بأمرك. بدي اصور 60 مشهد. ومريض انا. كله صار بده يبوس. مريض انا مريض. استعداد؟ ولا كلمة. انت وهو استعداد؟ ما بدي دب بيقول ستوب. فهمتوا؟ شو ها؟ الو، اي نعم، ايام كشكول. مين المخرج العظيم؟ الاستاذ ابو نفنوفي. يا اهلا يا اهلا بالاستاذ. شو عم تحكي؟ لا انا مشغول، عندي تليفيلم بس تحت امرك. مسلسلين؟ لا زي هيك
مسلسلين بالايد ولا تليفيلم على الشجره. ايه بس بالامليه يعني كيف العقد؟ سلف في تبويس؟ ايه لا في بطل جديد بدي اعرفك عليها يعني اذا ما في ازعاج. لا لا ما تعتلم من الشباب هلا بعمل حاجز حتى الدعسه ناقصه بينزلوني على المستشفى وكب كوال عندك دغري ولا يهمك. بشكرك كثير على اتصالك. لا لا ما حجيبها معي لانه هي عندها شغل بس تخلص بمرق. شكرا كثير استاذ ابو نفنوفي خلينا اياك. يا حبيبي كمل النقل بالزعور صار الموبايل باللوكيش يلي انا المخرج انا ما معي موبايل وهذا المنتج بده يعني شوت 70 مشهد وانا مريض انا معي 70 عدة انا استعداد هدوء 5 4 3 2 تصوير اخر قطعة حرير لأحلى الحلوين. قديش حق هالقطعة يا بيا؟ لحلوة الحلوات ب20 ولغيرها ب50 وهالكرم شفته منين؟ يلي بتعرف تقدر زين. طيب ايش تسوي يلي اسمك ايش؟ صورة جميلة لوجه جميل قيمتها كبيرة بعد سنين ورح تنبسطي منها كتير. ومين قال لك اني قريت تصاوير؟ ايه ما صار شيء بحتفظ فيها لنفسي وانا الربحان. يلا السلام عليكم. هلا هلا هو المال داشر نشتريها منك حتى لا تنظرها عينك وباشر اجل هاي واخذ الصورة منك. يعني نحنا ما يحق لنا ناخذ صورة ولا اثنين؟ عالراس والعين ترى بالله تستاهلي دزينتين. هلا هلا يا بياع اشوفك هين بمطاربنا. هلا بهنوف هلا والله هلا وميت هلا والسعد طل بشوفتك. لو كنت ادري بجيتك لفرش على دربك ورد. اي بالله انك شذوق. ول 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 ستوب ستوب لك روح شكلي هل حاضري ما بيعرف انه نحن عم نصور هون لا استاذ تسفي في شغله مع السبطان شوفه وشوفه معك عجل استاذ في واحد اتصل فيك اكثر من مره وترك لك هالرقم اول ما تطلع احكي معه. طيب ماشي الحال انتم شايفين غير هالشغلات بالتبليغ بس الساعه 7 كون بالاوردر وين الاكل؟ شعنا قول له انا محمد سفيه مدير الانتاج تبعكم قول له بطلع لك شاع شاع استاذ الاكل جاهز من ربع ساعه شو الحكي؟ اخبرونا شنو ولا روح روح الو مرحبا متصلين فينا؟ اي نعم انا صفرطاس نعم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالاستاذ ابو نفنوفي. يا اهلا وسهلا فيكم يا استاذ يخلي لي اياك انا عم حاكيك من اللوكيشن. نعم يا سيدي عندي تصوير بدك يعني فورا؟ يا على عيني جايك هلا بخترع اي سبب بقول لهم غيمت راحت الشمس نزلت المطر طلعت الغبره اي شيء نعم ايه فركش بيجي لعندك فورا عقد جديد وفي سلفه. شكرا يا سيدي شكرا يا استاذ شكرا لك مع السلامه فورا باي باي يا بلا انا رايح باي باي. اهلا استاذنا الكبير خلينا اياك ايه وحياتك ما قادر احكي براسي وصفت اثنين بس ليحكوا لي قد ما بشي من لوكيشن للوكيشن. ايه هلا عندي مسلسل جديد هلا اسمه 1 2 3 عايده يا حياتي وبعد منه مباشره فايتين كواكب في الصفاء. ايه وعندي فيلم اسمه الا سبي لحالتنا واشتمينا واسحب الفرد علينا واشتخينا. شرف كبير لنا وحياتك باقرب وقت حبيب قلبي استاذنا خلينا اياه موفق على راسي هذا شرف كبير لنا. طمني استاذ كيف شغلك؟ الحمد لله انا باللوج هي جيتي لعندك من اخر لوكيشن كنت عم نصوره هالسنه. الحقيقه النصوص رديئه الرديئه والمخرجين سحليل. على كل انا برايي ما لهم علاقه لا بالعمق ولا بالخيال شغلهم قطعوا لهش وصوروا كب بهالبحر والانتاج مسخره يا لطيف مسخره صاير.
الله يخرب بيت الانتاج. تصور يا زلمه لما بيجيبوا لنا اكل ما بيشبع طفل. سبحان الله يا اخي، خذ مثلا امريكا واوروبا، بينتفخ الممثل كل شيء فيه من مسلسلين، كله بينتفخ، بطنه، جيبته، بيته، لك حتى مخه. يا اخي نحن اساسا متخلفين وبدنا فتره طويله لنوصل لهم هدول الجماعه. لك احلى استاذ انت بالعالم، قل لي ما عندك فكره الا المخرج اللي جاي من برا ليش استدعانا وشو بده منا؟ عم تزاك علي يا استاذ كشكو، يعني ما بتعرف؟ عامل لي حالك فلهوي وبدك تجرجرني بالحكي. بده ممثل ياخده معه لمسلسله الجديد. انا شايف مو مستدعي حدا غيرنا، يعني انا وانت، بده واحد منا نحن اثنين. الله يسامحك، انا عم بتزاك عليك يا رجل، انا مستعد لاثبت لك حسنيتي. هلا بس يجي المخرج بنسحب. استاذ سفرطاس انت ما بتعرف رايي فيك، انت زلمي نجم سوبر ستار، انا يا رجل برفع راسي فيك. لا 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 يا استاذ كشكول، انت نجم كبير كتير ومخضرم وموهبتك بتنحط فوق كل الروس. انا اللي مستعد انسحب فورا، وقت بيجي المخرج ما بيشوف غيرك باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا. دعيني الله يخليك، حامدح فيك. الله يقويك. اهلا وسهلا بالاستاذ. اهلا بالاستاذ. تفضل تفضل الله يخليك. الاستاذ سفرطاس شخصيا بكل تواضع طبعا هلا كان عم بيقول عني اني انا نجم متميز واني موهوب، الحمد لله، يعني هذه نعمه من الله. هو يعني بلا مؤاخذه مش من باب النميمه تما تفهمني غلط، يعني موهبته على قده، يعني انجأ يقدر يخلص لحاله. بعدين عفوا استاذ، انا اكره علي النميمه والطعن بالظهر، غير محترم لا بمواعيده ولا باحترامه للستاف. بعدين نسونجي ما حدا بيخلص منه. الفن اخلاق، الفن التزام، الابداع التزام، فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا. يعني كيف بقول لك، انا بعجبك كثير، رح طلع فيه بلا مؤاخذه، شوف بهالعمر طلع بجسمه كانه كيس مليان تبن. بعدين سبحان الله يا اخي، ثعلب، لاحظت؟ ثعلب ومدعي فارغ، مش من باب النميمه، يعني انا بس مشان تعرف كيف بدك تنقي. وانا حبيب قلبي خليني يا استاذ. طيب طيب، شكرا. بالعكس انا اللي ممنونك وبشكرك لانك اتصلت فيه. يعني على فكره بكل تواضع، انا بعمل ادوار مركبه وصعبه جدا، وراح اكون عند حسن الظن. شكرا كثير استاذ، يا اهلا وسهلا. تفضل. يا اهلا وسهلا. تفضل. تشرفت. تشرفنا يا استاذ. استاذ كشكول هلأ كان عم يقول عني إني نجم ومن أحسن الممثلين اللي بيفتخر فيهم بالبلد وبيحطني على رأسه كمان، بس هو من الفنانين الفارغين والفاشلين، جوعان بيأكل وجبتين وبيسب الإنتاج والإخراج وبيقول موتونا من الجوع، ما بيعجبه العجب يا رجل. يمكن كان عم يقلك إنه هو ممثل شامل وبيساوي كل شيء. أصدق هذا ممثل مفجوع وفظيع، مجرد فكرت باسمه رح تستنتج لحالك شو يعني كشكول، يعني مسخرة. بينما أنا اسمي سفرطاس والمعنى واضح جدا، السفرطاس هو مجموعة من الألوان المفيدة، يعني بتقدر تتناول منه وتاخذ يلي بدك إياه. ليش؟ لأنه كل شيء موجود بقلبه، نبع عطاء السفرطاس. أنا شخصيا مؤمن بأن الممثل لازم يكون عجينة بين ايدين المخرج، بشكلها بالطريقه اللي بده اياها، مثل السفنجه، بمص بغب وبيعطي. اما هذا كشكول، كشكول مسخره، ما بيسمع يعطي شيء، لا يؤمن جانبه يا رجل. ماشي الحال، ماشي الحال، تفضل. تحت امرك يا استاذ. كل همي هو النجاح الجماهيري والنقدي لعملك الفني. والتجربه رح تثبت ان الانسان يلي انت عم تتعامل معه وتثق فيه للابد. عن إذنك يا أستاذ. إلى اللقاء.
طمني استاذي شو حكيتوا؟ عفوا قصدي يعني شو صار معك؟ مدحتك كثير قدامه، كثير مدحتك، قلت له انك انت ممثل فلتي بتطير العقل. حبيبي انت شوف الدنيا لويه، سبحان الله. انا قلت له اني انا بعتز فيك، انت فنان ومعلم، ونحن بالبلد نرفع راسنا فيك. يا سيدي انت ابن اصول وانا ابن اصول، نحن الاثنين ولاد اصول وبنحكي باصلنا. يا حبيبي نعم يا سيدي نعم. قم بيك استاذ. ولك تضربوا انتوا اللي علمكم التمثيل. لازم تعرفوا انه التمثيل فن وذوق واخلاق قبل كل شيء. ولك عيب عيب، عيب تحكوا على بعضكم وانتوا فنانين كبار. انا كنت بدي اياكم انتوا الاثنين على فيلم جديد طش بوم، بس للاسف انتوا اثنيناتكم سيئين، لك سيئين كثير 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 مو شوي. نصيحتي انكم تتنافسوا على شيء انظف واحسن. طش بوم؟ اي طش واي بوم؟ طلعت اثنين طش. طلعت اثنين طش. صار فنان عم نتنافس بس عالفاضي وما حدا فينا بوضعه راضي هيك صفينا وهي حالتنا اه يا حسرة على مهنتنا اه يا حسرة على مهنتنا مشهد فيه دراما عجيبة
شن بدنا نصح.